ليس من عادتي مدح الآخرين، ولكن تحية صدق في غير تزويق أدبي، أود أن أوجه جزيل الشكر للمحكمة المقرة على سعة الصدر وقوة الاحتمال والتحمل، وعلى الأسئلة الدقيقة والمحكمة، والتي رأينا معها القانون على قدميه ولمسناه على أرض الواقع. جلسة اليوم أسدل الستار فيها عن جميع المرافعات باستثناء المرافعة ديالي التي أخرت لتأخر في الإتمام المرافعة حتى أتمكن من أن أبسط أوجه الدفاع ديالي أمام المحكمة. لاحظتم في الجلسات السابقة أنه تم استدعاء المصرحين، وكما قلت لكم في السابق المصرح هو الذي يبقى حبيس المحضر، ولكن الشاهد هو الذي يحضر أمام المحكمة ويؤدي اليمين القانونية، والشهادة نسبها الله إلى نفسه وشرف بها الملائكة ورسله الأنبياء سورة النساء وآل عمران: لا تكتموا الشهادة ومن كتمها فإنه آثم قلبه. أعتقد جازما أن المحكمة باستدعائها للمصرح والاستماع إليهم كشهود بعد أدائهم اليمين القانونية، وكما لا يخفى عليكم حضرة السادة المحترمين وأنتم كذلك مشكورين على المجهود الجبار ومواكبتكم لهذه الجلسات، حضورهم ستقف المحكمة من خلالها على نوعية الشهادة الاجتماعية، وهناك شهادة الاستغفال في غن صنفوا هذه الشهادة ديال اليوم. لاحظوا معي أن حضور الشاهدة أدلت بدلوها وصرحت، والشيء الأكيد أنه لا وجود لأي مبلغ تسلمه المتهم الحداوي. ودائما طرحنا تساؤلا بمعية المحكمة، هذا التساؤل وهو: هل يمكن أن نتصور مشارك بدون فاعل أصلي؟ استقر الفقه والقضاء واستقر قضاء محكمة النقد بغرفة واحدة بغرفتين وبجميع الغرف على أنه لا يمكن أن نتصور إطلاقا وجود مشارك في غياب الفاعل الأصلي. احنا أمام محكمة بسطنا أوجه الدفاع ديالنا، وغادي نبينوا للمحكمة بأن شهادة الشهود وسيلة من وسائل الإثبات، يجب أن تكون شهادة واضحة، وهي كانت واضحة فعلا. مداخلة السيد وكيل الملك الوكيل العام المحترم تدخل واستند في مداخلته في إطار الدفاع عن المجتمع وفي إطار الدفاع عن القانون على ثلاثة نقاط أساسية: ارتكن إلى التسجيلات الصوتية كوسيلة من وسائل الإثبات، وارتكن إلى نقطة ثانية وهي إلى شهادة الشهود، وهنا كنناقش الأدلة. مرافعتي إن شاء الله سوف ندلي بدلوها، وسوف تكون حبلى بمجموعة من الاجتهادات القضائية ومجموعة من القرارات التي سوف ندلي بها أمام المحكمة، اللي غادي تبين بطبيعة الحال أنه لا يمكن أن يزيد أحدا على قرينة البراءة. الدفاع شريك أساسي في بناء صرح العدالة. أنا كدفاع لست ملزما بضمان النتيجة بقدر ما أنا ملزم ببذل العناية، وأعتقد أن العناية الفائقة غنعطيوها لهذا المتهمين، لأنه في الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت الإدانة، والإدانة تثبت بالأحكام القطعية التي لا تقبل أي طريقة من طرق الطعن. فالمحكمة المقرة مشكورة على سعة صدرها، استمعت بإصغاء واستمعت إلى المتهمين، وكذلك استمعت إلى إفادة الشهود ومرافعة الدفاع ومداخلة السيد الوكيل العام. أدلى زميلي المحترم أستاذ خالد فاكرني بمجموعة من الوثائق، بمجموعة من الأمور التي تبين بشكل قاطع أن التذاكر أساسا لم تقم ببيعها، لأنه ما معنى البيع؟ البيع عرفه المشريع، في قانون التزامات العقود، وكما يقول الدكتور عبد الرحمن بن العقيد الفقيه العلامة الشيخ الفهامة الله يعطيه صحيحته،
كيقول لنا المتبايع يعني في عقد البيع هم البائع والمشتري، ويقال تبايعوا على الامر اصفقوا عليه، والصفق هو الضرب بالبطن يعني اليد على الاخرى، ويقال صفق وصفقة الرابحة اي بيعة رابحة اخرى، والمعقود عليه في عقد البيع والمبيع والثمن، بحكم ان عقد البيع له محلان بحكم انه عقد ملزم للجانبين. في هذا الملف المشرع المغربي في المادة الجنائية في القانون الجنائي تطرق لبيع التذاكر في الباب متعلق بالمخالفات، وبما أنه لا يمكن ليس في الملف ما يفيد أن هناك تذكرة واحدة قد بيعت، فهل يمكن أن نقول محاولة بيع التذاكر؟ قطعا لا، لأنه لا وجود للمحاولة في المخالفة. وهنا غادي نناقش المادة 114 المحاولة، والمناقشة 129. إذا كان عادل العماري مرتبط بالحداوي، فهل يمكن أن نقول مرتبط بالمحاولة؟ يمكن أن تكون مشاركة في المحاولة، لا يمكن أن نتصور ذلك. فأعتقد أن الجلسة المقبلة سوف نبدي أوجه الدفاع ديالنا عن المتهمين عادل العماري وكذلك على الحداوي، وسوف نكون يعني سعداء لمعانقة المحكمة من خلال مرافعتنا. هادشي اللي غنقول. التاريخ تم تأخير الملف للأسبوع المقبل، وتم التقدم تقدمت الزميلة الأستاذة لطيفة بطلب الإفراج المؤقت، حجزته المحكمة اليوم الأربعاء إن شاء الله. شكرا.